منظمة طلاب جامعة حلب الأحرار بقسم عزاز وقفة تضامنية مع أخواننا في الريف الغربي. أسباب الوقفة لأن حكومة الإنقاذ أخلت الجامعة مبنى الجامعة من كادر تعليمي ومن أطباء ومن أخصائيين في الإدارة. نحن وقفنا وقفة تضامنية من أجل طلاب إدلب، حنا من حقهم أنهم يتعلموا، من حقهم أنهم يكونوا بنات في المجتمع، لأنه جيل الشباب هو الجيل اللي يقوم في رفع راية الوطن وأنه نطلع من البؤس اللي نحن عم بنعيشه. تهزت له أركان.